بابا ها؟ ابن حلال لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه ان حضرتك تفهمني غلط. حضرتك انا كنت مركب لها الحلقه حواجبها. بابا من فضلك ما فيش حاجه حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي اسكت انت مالكيش دخل. الندب ده هو اللي غواكي ولو الشرفي. والله ما في نقطه ميه ترتشت على شرف سعادتك. انا لسه عارفها النهارده الصبح يعني ما حصلش حاجه. وانا هستنى لما يحصل. أيوة. تعال هنا ايه اللي دخلك اوضه بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين يعني ماما نظامها ايه. قالت لي عادي. اه ماما عادي طبعا عادي. ما هو الحق مش عليكي الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا. على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على حفله فيها ايدي. اتفضلي يا هانم بقى دي اشكال تصاحب بنتك ولا بعرف قصادك ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي. ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه كمان. ده انت طلعت لازم تهدلها فيه لو عملت علينا. ام ميمي ده انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ده انت بتقول امك ايه؟ انا هجيب لكم ظابط. عيشتي 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 مني يا شيخه. ارحموني بقى فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم انت معرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه وانت يخرس انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عاوزين نكبر الموضوع قوي ويا ريت نتفاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم اتعصب ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصورات والمخبرين؟ انا مناش رايح الاسم. انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك اهدى اهدى ارجوك. انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل اتفضل يا فندم.